هيا حلوين، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيح. انتو عم تحضروا فيديو اليوم، اذا كنتوا جديد على القناة، انا اسمي سارة. انا اسمي مريم. مريم متابعة لإلي من اول فيديو نزلته على يوتيوب، بتصدقوا؟ انا صراحة هلأ تعرفت انه هي هالقد صار لها بتتابعني، وانا كتير مبسوطة فيك مريم انك معي هون عن جد. خليني اخبركم شو الفيديو اليوم. نسيت اللونات. بالفيديو اليوم راح اعمل ميك اب لمريم، والموضوع راح يكون كيف فينا ننحت وجهنا مع الحجاب. هيدي اول مره بنزل هيك محتوى على القناه، سو ادعموني، حطوا لايك للفيديو، اعملوا شير مع رفقاتكم، اعملوا سبسكرايب للشانل، وخلينا نبلش. أول شيء بتحضير البشرة، وخصوصي إنه مريم عندها بشرة فيها حب شباب. سو أول شيء عم بعمله هو إني عم نظف بمصر الواتر من غارنيير سكين أكتيف، وعم برجع انتقل لقناع أو ماسك للوجه من نيفيا. هذا القناع كتير منيح لأنه بيعقم البشرة، خصوصي إنه فيها حبوب، وكمان بخلي يصير فيها هيدريشن أو بيرطبها. رجعت استعملت فوق UFO2 كرمال البشرة تمتص الماسك كتير كتير منيح. لاحظوا بشرة مريم جايز كأنه ارتويت. هلا رح انتقل للسيروم. عم بستعمل كمان غارنيير سكين اكتيف. هذا السيروم انا كتير بحبه وكتير بحكي عنه لانه فيه فيتامين سي وبيرطب البشرة بالعمق. حطيت ليب بالم على الشفاف وانتقلنا للبرايمر سلاش موسترايزر. هذا البرايمر والموسترايزر من بوبي براون، اسمه فيتامين انريتشد فيس بيز. بحب حطه قبل الميك اب لانه بيرطب لي البشره. كمان بس حط الفاونديشن، الفاونديشن ياخد على البشره بطريقه حلوه وما يشقق لبعدين. اما للفاونديشن فعم بستعمل شي جلام سكين فينت. لاحظوا شو رح اعمل. ببرش اخذت الفاونديشن عن ايدي وبلشت اشتغل بطريقة التوب توب على البشرة اللي فيها اكني او فيها حب شباب او حيالله حبوب. ضروري انه نستعمل تقنية الطبطبة على الوجه وما لازم نمسح مسح ابدا. جايز الفرق بين قبل وبعد رهيب. هلأ صار وقت الكونسيلر. الكونسيلر عم بستعمله من نارس يلي هو خافي للشوائب. سو عم بستعمله تحت العيون وعلى حيالة مطرح في حبة، ونفس الشيء عم بستعمل تقنية الطبطبة. من بعد ما خفينا كل الشوائب الموجودة على الوجه رح ننتقل هلأ للهايلايت. للهايلايت عم بستعمل لوريال انفاليبل موردن كونسيلر بلون فاتح، وعم بلش فتح نص الوجه، خصوصي وقت نكون حاطين حجاب على راسنا كتير ضروري انه نفتح نص الوجه وحوالى الوجه نغمق كرمال ما يبين وجهنا كتير مبروم. بدمج الكونسيلر او بدمج الهايلايت اللي حطيته على الوجه، وراح تلاحظوا هلا كيف نص الوجه ضوى. وبنتقل هلا للكونتورينج. عم بستعمل ناتالي بيوتي بالاسم ديكاف، وعم بعمل كونتورينج لجوانب الوجه. خصوصي مريم عندها خدود كبار، وبما انه حاطه الحجاب بهذا الشكل فالحجاب عم بخلينا خدودها يبينوا اكبر. بعمل كونتورينج للانف، ولاحظوا كيف نص الوجه ما دقيت فيه ابدا وبس عملت كونتورينج لجوانب الوجه. بدمج الكونتورينج ببروش، الخدود بدمجهم لفوق، والرقبة أو الفك بدمجه لتحت. من هلأ وبلشنا نشوف النتيجة كيف الوجه بلش ينحت. أما لكونتورينج الأنف فبستعمل براش صغيرة وبلش ادمج بمحلة، يعني ما رح ادمج بشكل دائري. محل ما حطيت الكونتورينج بدمج بمحله وما بتحرك أبدا يمين شمال، وبوصل الكونتورينج لأول الحاجة. هون اللي بدي اقلكن اياه انه وقفت الكاميرا وانا كل شي عملته هو اني ثبت الوجه بلوس باودر وانتقلت للبرونزر كمان من نارس، وهلا عم بلش ثبت محل ما حطيت الكونتورينج كرمال اعطي اكتر ابعاد للوجه.
برجع بنتقل للبلاش كرمال نعطي لون للوجه. والبلاش كمان عم بستعمله من نورس اسمه اورجازم. هذا البلاش لونه كتير حلو وكتير لابق على السكين تون تبع مريم. للحواجب رح بلش ببراو فريز من أناستازيا بيفرلي هيلز يلي هو جل شفاف كرمال مشط الحواجب لفوق. أنا بالنسبة لي شخصياً كسارة كتير بهتم بالحواجب لأنه بحسهم بيعملوا إطار كتير حلو للوجه. كرمال عبي الفراغات عم بستعمل براو ويز من أناستازيا بيفرلي هيلز وعم بمشي بطريقة شعرة على الحواجب. أبداً ما بدي خلي كل الانتباه يروح على الحواجب، بالعكس بدي كل الوجه overall ياخد كل الاهتمام ومش شيء معين بالوجه. لاحظوا الحواجب guys شو حلوين، أنا كتير انبسطت فيهم، حتى مريم كتير انبسطت فيهم. هلا رح اعمل ايلاينر. بعرف انه التوتوريال ما خاصه بالايلاينر بس انا حبيت افرجيكم كيف عم بعمل الجرافيك ايلاينر على مريم. كثير حبيت اني اعمل لها شيء فانكي، اعمل لها شيء مجنون لانه حتى هي طلبت مني، قالت لي بعرفك انت مجنونه بالميك اب سو اعملي لي شيء على ذوقك. حبيت اني اعمل لها هيدا الايلاينر، حتى اني حطيت لها ستراس تحت العين كثير طلعوا حلوين. اكيد حطيت ماسكارا فوق العيون وتحت العيون. واخر خطوة رح تكون رسم الشفاف. بما انه شفافة لمريم هيك صغار ومنملمين ما حبيت ابدا اني غير الشكل تبعهم. بكل بساطة علمتهم بقلم هيك بينك واستعملت هيدا الماك ليبستيك، كتير بحبه اسمه فلفت تادي، كتير حلو لونه وكتير حسيته هيك لابق على كل المود. رشيت سيتينج سبراي على كل الوجه وهيدا هو الميك اب جايز. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيه، انا كتير 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 انبسطت فيه. خلينا نشوف شو ردة فعل مريم على الميك اب. هيدا الميك اب تبع مريم. مريم طالعه بتعقد كتير انبسطت بالميك اب. بعرف انه مش ستيل مريم بس شو رايك بتغيير الستايل؟ كتير سمبل at the same time كمان هيك ويرد. It's weird. شوي غريب عليها. شوي غريب عليها بس it's simple. ايلاينر، هي ايلاينر وهذا الايلاينر على فكره دايما بيكون إذا عملتوا هيك شكل آيلاينر على الهودد آيز على العيون المبطنة بيطلع كتير حلو. بدي أطلب منكم شغلة بالكومنت، تبولي إذا حابين إني أعمل ميك اب خاص أو أنواع الآيلاينر الخاصة اللي بقدر أحطها على العيون المبطنة. ساعتها نستعين بمريم لأنه عيونها كتير حلوين بسم الله وعيونها مبطنين كمان، سو فينا نعمل هيك محتوى اذا بتحبوا. وهيك جايز ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو، انا كثير انبسطت كثير 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 انبسطت عن جد. وما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، شير مع رفقاتكم